منى وخالد. طبعا فلوق اليوم هو مشتريات زينة رمضان. هالمرة انا وامينة، خالد ومنى من معي؟ خالد ومنى. هالمرة بننزل نتسوق انا وامينة بس، اوكي، ونجيب لنا المفاجآت لخالد ومنى معنا. طبعا هاي السوق، هاي كلها ياتوا سوق صيني في برلين. هاي سوق كبير وفيه يعني كل شيء. هاي احلى هدية لخالد ومنى اليوم تنا اخذنا سداشة الصلاة. هي طبعا هاي محل الريان، بضاعة كتير كتير كويسة. البضاعة الصويني تنتين بستة يورو تنتين. Okay. طبعا بعد ما رجعنا على البيت انا وامينه وجبنا الهديه لخالد ومنى، يعني اول شيء تنبلش تنفرجيك ايش اشترينا انا وامينه، وبعدين تعطيك الهديه لك وله. مفاجأة كتير حلوة. ها أول شيء تنظر نشوف إيش اشترينا. خط لا هودي معلش، هاي بعد ما في مفاجأة. هودي صويني، هاي صينيتين، صينية كبيرة وصينية صغيرة. صينية كتير حلوين. نعم مكتوب عليهم رمضان كريم. فرجيكي ها، كنا أنا ودي كنا نشتري. خالد ومنى ما كان. بدي أراها. رمضان كريم مكتوب عليها، هاي وحدة صغيرة. هاي. وهاي الكبيرة كمان. نفاق شنو؟ لا. هو هديني. صادق. جاي تحطها عن زي هدية كي أنت وخالد بالأخير تحطها. ماشي؟ إيه. وجبنا كمان هاي عشان نعلقوا على البرادي تبوي لنا. هاي فيه نجمة وهلال.
بس ما زينا البيت انه قال زين للنوم ايه بس زينا البيت بس زينا البيت لانه جاك نصور بالاخير ثاني هذا اشترينا وايش كمان جبنا كمان جبنا هودي الكوينيس كثير حلو هاي وقت شغلوه يطلع شيء هاي يشتغل شغله هاي يشتغل على البطارية وعلى الكهرباء كمان يعني هيك يصير واو كيف يطلع من هودي ويشتغل هاي بدون موسيقى بس ضل من هون من جوا يدخلون من جوا ويرجعون يطلعوا فوق هاي اول موديل هاي اول موديل وفي عندنا كمان هالموديل هاي هون اخذنا هالموديل الثاني هاي كمان هاي ضو هاي هيك الضو تفتل هاي اذا طفيناه اذا طفيناه بتكون ضوء مختلفة هاي بالليل يبين ايوه يبين هيك بس شغلناها سوينا جهزنا البيت وزيناه تبين اكثر على الاضوية المساء وهيك يشتغل كمان على ايش كان اسمه فيلم موسيقى كمان هيك طلعني هاي كمان حلوين طبعا الصحن المفاجأة الحلو الأكثر كثير كثير يعني جهزوا حالكم خالد ومنى جاهزين هاي واحد اثنين ثلاثة واو هاي لعبنا هاي جبتوا ثنتين وحدة لكي أنا وحدة لكي وخالد هاي سدادة صلاة انت كمان انت اخذتي لعبه اشتريتي لعبه هاي سداده الصلاه في لون زهري وازرق الصاني هاي زهري هاي 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 لمنى طبعا هاي السداده يا بطاريه وبعدين يعني استنى 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 بسيا يلا بسيا هاي فيها بطاريات ايه فيها لا طبعا هاي بابا تشتغل بدها بطارية وتشتغل على الكهرباء بطارية ما فيها تحط لهم بطاريات تشتغلون على البطاريات وهي السداجة الثانية هاي لخالد وهاك لمنى طبعا هودي مشان الاولاد ان يتعلمون فيها كتير كتير شغلات يعني من الاولاد طريقة الادان اقامة الصلاة النية التكبير يعني فيها كل شيء سورة الفاتحة سورة الناس الفلق الاخلاص المسد النصر يعني فيها كتير شغلات يطلعون ايه لهون يعلمون الاولاد اني وبس ما ركعوا هيك يعني فيها كتير كتير شغلات لحتى اني كما ايه الكرسي كمثالك الامر فيها كذا لغة مشان تصير مثلا كما عربي وانجليزي وهالقصص تنتج بسم الله هاي اين اللغة اندونيسيا اندونيسيا رايات ماليسيا والله ما فهمتوا ايش حكى نرجع English. Wofi. Chichen. Urdu. العربية. أيوة هم بالعربية هنا. يعني كتير كتير حلوة. مفاجأة حلوة هي الهدية ولا لا هي؟ حلوة. عجبتك يعني؟ طبعاً نحن كل شرحنا لكن وكل شيء. وصلاة الفجر كم ركعة هي وصلاة الظهر العصر المغرب العشاء. يعني احنا كنت شرحنا لكم من قبل بس اني مشان يصير عندك لحال تجربة اكتر لا من هاي هون هيك تشغلها طلع هيك طفل بسم الله ايوه هيك اشتغلت وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو ورمضان كريم على الجميع ومباركة طاعتكم كلها يتكن يا رب والهدية عندك انتي خالد ايه 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 حتى كل 10 من 10 ايه حتى وانتي او انتي امينة هاي لك جبتوها لك اوكي بس تدعمونا باللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد باي باي رمضان كريم رمضان كريم
باي باي.